حصدت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش وصافة بطولة لندن كلاسيك للاسكواش واللي بتقام في بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الاول من ابريل الجاري. وطبعا البطولة بقيمة جوائز مادية بتصل 109,000 دولار للرجال ومثلهم للسيدات. خسرت هانيا الحمامي في النهائي امام الماليزية بنتيجة 3-2 وشهدت البطولة مشاركة مصرية ل 12 لاعب ولاعبة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال و6 لاعبين دول هما فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي ابو العنين. و6 لاعبات في منافسات السيدات واللاعبات دول هن نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز ابو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.